بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على اللود ديستريبيوشن فور الكلاينت سلابس. مبدئيا بس انا حابب اعتذر للناس على الفيديو اللي فات. ناس يعني قعدت تقول لي ان هو فيديو طويل شويه يا باشمهندس، ويعني الناس بتبدا تمل يعني من الفيديو ده، فحبيت ان انا يعني اكافئكم المره دي واخلي الفيديو قصير شويه. طبعا هشرح توبك صغير جدا اللود ديستريبيوشن فور الكلاينت سلابس، هو حاجه صغيره جدا فيبقى الفيديو صغير، بس انا يعني اكيد لما بطول الفيديو ببقى حابب ان انا اعمل اتصال للفكرة، فمعلش فاعذروني. اكيد ان شاء الله احاول ان انا ارجع تاني لأسر الفيديوهات ان شاء الله. هنكمل دلوقتي اللود ديستريبيوشن للانكلاين سلابس. طبعا انكلاين سلابس يعني هتبدا بقى معاك تظهر حاجه اسمها السيتا. يعني دايما اول حاجه، وده طبعا يعني معظم الدكاتره بتحب تلجأ جدا للمسائل اللي فيها حاجات مايله، يعني دايما معظم الامتحانات هتلاقي فيها المسائل كمرات مايله، لذلك ركز معايا بس في الجزء ده عشان هو لو فهمته الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك. يبقى اول حاجه لما تلاقي حاجه مايله اكيد بتظهر معاك زاويه اسمها سيتا، طبعا اسمها اي حاجه يعني، بس هو تظهر معاك زاويه عشان تعرف تعمل تحليل للايه للارقام عندك. طيب اول حاجة بس افتكر مع بعض كده، اي بلاطة عندي كنا بنحسب حاجة اسمها ايه ال WS اللي هو اللود بتاع او الويت بتاع السلاب. فكنت بقول لك دايما ان عندي حملين اساسيين اللي هما الميجور اللي هو الديد لود واللايف لود، هما دول اللي بيبقى على بلاطات. في بس حاجة جديدة تظهر معاك، حاجة اسمها الجي سمول والبي سمول. الجي سمول والبي سمول هما بالظبط الديد لود واللايف لود، يعني الجي هي الديد لود والبي هي اللايف لود. خلاص هتبدا تظهر معاك، او انت لو عايز تنسى الـ 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 الرموز الجديده دي وتشتغل بالكلمه ديد لود على بعض والكلمه لايف لود على بعض مفيش مشكله، بس هو بس عشان لو حابب الناس تعرف تكسب وقت شويه تكتب جي سمول بس والبي سمول بس، يعني عشان الوقت في الامتحان يعني. خلاص يبقى الجي سمول هي الديد لود والبي هي اللايف لود. لذلك بقى انا بقول لك اهم ملاحظتين على الانكلاين سلابس عشان يعني نبقى الموضوع كده ظاهر من الاول. رقم واحد، جميع الاحمال تؤخذ على المايل، كل الاحمال اللي عندك تحطها على المايل، تحطها على الايه الطول المايل. دايما الطول المايل هو ال داش، ودايما الطول الافقي هو ال. خلاص فدايما الاحمال دايما بتاخدها على ال داش، غير هي حاجه واحده بس اللي بتاخدها على الطول الافقي اللي هو ايه، ها الاحمال الحيه. طيب مثال كده بسيط، هو انت وانت طالع على السلم، انت وانت طالع على السلم بتطلع مايل، يعني انت تجيب قلم بس كده ونوضح لك الموضوع ده. وانت طالع السلم كده، هيدي السلم اهو عندك، سبورت هنا كده والسبورت وسبورت هنا كده كمان. خلاص وانت طالع بتبقى رجلك كده، وانت طالع على السلم بتبقى رجلك طالعه كده على الدرجات ولا بتبقى طالع كده؟ تبقى طالع كده ولا طالع كده؟ اكيد طالع كده، انت بتطلع كده وحط رجلك تطلع هنا كده تاني، فكل حركاتك او رجلك دايما راسيه اهو، كل حركاتك راسيه ما بتمشيش على المايل. فلذلك احنا ايه بناخد الاحمال الحيه على الطول الافقي اللي هو الايه الهوريزونتال بروجكشن، يعني الهوريزونتال بروجكشن. خلاص تمام. رقم اتنين، دايما وانت بتعمل توزيع للاحمال لازم تاخد الاطوال الحقيقيه، لازم تاخد الاطوال الايه الحقيقيه. يبقى ملاحظتين ولو عرفتهم وخدت بالك منهم وانت بتحل الموضوع بالنسبه لك هيبقى سموث قوي يعني. خلاص رقم واحد، الاحمال الحيه لازم تاخدها على الايه الهوريزونتال، وكل الاحمال الثانيه بتاخدها على المايل. رقم اتنين، وانت بتعمل توزيع الاحمال يا ريت تاخد الاطوال الحقيقيه. يعني ايه بقى اطوال حقيقيه يا باشمهندس؟ الاطوال الحقيقيه يعني يا ريت لو سمحت يعني تحسب ال داش، لو سمحت احسب ال داش. هو دايما في الامتحان او دايما في المساله عامه يعني بيديك المساله بيديك دايما ال، يعني هو في الغالب دايما ايه بيديك ال، يديك بس كده القلم دايما بيديك ال دي، وايه يديك الحمل سوري ال ايه المسافه اتش. خلاص يعني هو دايما بيديك ال ويديك الايه بيديك الاتش، ده دايما اللي بيديهالك. اول ما تلاقي حاجه مايله بنحسب حاجه اسمها الايه السيتا، ويا ريت تحسب ال داش. يبقى سيتا
و ال داش. في الغالب الثيتا دي بتبقى صغيره، خلاص في الغالب الثيتا دي بتبقى ايه؟ بتبقى صغيره، فالناس بتكسل تحسب ال ال داش وتشتغل على ال على طول، لان دايما الفرق بين ال وال داش لو الثيتا صغيره بتلاقي الفرق بينهم صغير، يعني الفرق بين ال وال داش هتلاقيه صغير، فالناس بتقول لك نهمله وخلاص. فانا بقول لك لو سمحت احسب ال داش عشان لما الحاجه بتبقى دقيقه، يعني الايه المصحح هو بيصحح لك كده في الامتحان، يعني بيبقى ايه حابب الورقه دي، حابب الورقه دي وحابب الحل ده، فيا ريت يعني تحسب ال داش، والكلام ده مش هياخد معاك نص دقيقه يعني، خلاص فيا ريت تحسب ال داش. طيب كويس، نرجع لكلامنا تاني. لو عندك حاجه اسمها البي اللي هو الحمل الحي لايف لود، فلازم دايما تحطه على الايه الهوريزونتال بروجيكشن بالمنظر ده كده، فدايما هتلاقيه افقي بالمنظر ده فوق الايه، فوق الحاجه لو السلابه الايه المايله. فلذلك احنا بنحسب الثيتا عشان في الاخر احنا مش هنعرف نحسب اتنين لود مع بعض كده ونرسم لهم مومنت، يعني احنا لو عندنا الحاله دي مع بعضها كده هيبقى الموضوع رخم، مش هنعرف نحسب مومنت خالص. لذلك انت لازم تخلي البي تعمل لها ايه، تعمل لها تضربها في حاجه في الثيتا ساين او كوزاين، خلاص، وتخليها على ايه على المايل، بس طبعا تضربها في ايه في كوزاين، خلاص يبقى تضرب البي في الكوساين ثيتا خلاص زائد الجي، وكل ده بيبقى اسمه ايه، اسمه دبليو انكلايند. يبقى الدبليو انكلايند اللي هو الدبليو اس يعني انكلايند بيساوي الجي في بي كوزاين ثيتا، خلاص. طبعا الكوزاين ثيتا ده ظهر لما بقى الايه بقت السلابه مايله. تعرف بقى ترسم مومنت للمنظر ده، الكلام ده انا شرحته لك برده لما كنت في ستراكشر 1 في الكورس، بشرح لك الانكلايند ايه اليمنتس او الانكلايند بيمز، خلاص. فلو انت مش عارف الحالات الاخرى يا ريت ترجع للايه لفيديوهات ستراكشر 1. يبقى ايه دبليو انكلايند في ال ال داش على 8 العادي، لو كانت افقيه هي دبليو ال سكوير على 8 ده العادي، هنا ظهر معاك ال وال داش، فلذلك تضربها في دبليو انكلايند ال ال داش. طبعا امتى الكلام ده؟ لو كانت اسهم الديستريبيوتد لود نازله ايه؟ نازله راس كده، انما هي لو كانت على المايل ليها حاجات اخرى وليها حسابات اخرى. كويس، نخش في الحاجه الثانيه على طول. مثال كده سريع، لو انا عندي اداك المساله رسم لك المنظر ده كده، طبعا الكلام الرقم 3.44 ده انا اللي حاسبه، خلاص هو مديك بس الحاجه او المسافه الافقيه ب 2.8 ومديك المسافه الراسيه ب 2، يبقى انت عرفت ايه من هنا؟ تعرف تجيب الثيتا وتعرف تجيب الايه؟ الحمل اللي هو المايل، ده الطول الحقيقي يا باشمهندس، هو ده الطول الايه؟ الحقيقي. خلاص يبقى 3.44 ده انا اللي حاسبه، ويا ريت تحسبه. طيب وكمان تحسب ايه كمان؟ تحسب الايه؟ الثيتا الزاويه الصغيره دي. خلاص؟ يعني ايه بقى؟ بيقول لك ويز سبيسنج 6 متر. يعني هو رسم لك الرسمه دي وبيقول لك هي متكرره كل سبيسنج 6 متر. يعني ايه؟ يعني لو انا كده حبيت اوضح لك الكلام ده في 3 دي، والكلام ده انت مش هترسمه، الكلام ده بس للتوضيح مش اكتر. عندك البلان او سوري الاليفيجن اللي عندك ده بيتكرر كل 6 متر، يعني كل مسافه 6 متر ترسم واحده زيها، لجوه كده كمان ترسم تقيس 6 متر وترسم واحده زيها وهكذا. خلاص؟ يبقى كلمه ويز سبيسنج 6 متر معناها ان هو متكرر كل سبيسنج او كل مسافه 6 متر. مش كده؟ نركز مع بعض بقى عشان هيظهر معاك هنا حاجه او نوعين من الكاميرات. هيظهر معاك نوعين من الكاميرات. هيظهر معاك كاميرات افقيه وهتظهر معاك كاميرات مايله. الكاميرات المايله يا باشمهندس اللي هي ايه؟ خد بالك الكاميرات اللي مايله، نجيب قلم كده، دي كده ده كده طبعا عمود وده كده ايه؟ عمود. الحاجه المتهشره دي، الحاجه المتهشره يا باشمهندس عشان بس الناس مش واخده بالها هي ليه متهشره، لما الكاميرا تبقى متهشره كده معناها ان انا قاطع فيها. دايما كلمه تهشير في اعدادي لو تفتكر بيقول لك انا بقطع وهشر، فكلمة حاجة إن أنا بقطع وبعد كده لازم أهشر مكانها، فلذلك أنا بقول لك الكاميرا دي مقطوع فيها، ليه؟ أنا جيت قطعت هنا كده مثلا، خلاص؟ فظهر معايا الكاميرا دي والكاميرا دي فهشرتهم، وبعدين ظهر معايا البلاطة اللي أنا قاطعها أصلا اللي هي في الجزء ده مثلا كده، فعشان كده إيه؟ هشرتها. خلاص؟ خد بالك بقى إن دي كاميرا برضو ودي كاميرا، بس إيه؟ أفقيتان، خد بالك إن الكاميرا دي والكاميرا دي أفقية. طب الكاميرا دي يا باشمهندس؟ ما دي طبعا كاميرا. خلاص احنا عرفنا ازاي دي كاميرا ولا مش كاميرا، لانها ايه متحمله في الاخر على ام ده، فدي كاميرا. طب الكاميرا دي مايله ولا افقيه؟ انت شايف ايه؟ ها اكيد ايه، اكيد مايله، خلاص يبقى الكاميرا دي ايه
دي مايله، انما القمرتين دول افقيين. فلذلك بقى خد بالك بقى من دلوقتي كده هتبدا تظهر معايا في الانكلاين سلاب نوعين من الكمرات، مايله وافقيه. طيب وظيفتك ايه في حل المسائل؟ بترسم شكل البلان وتوضح عليه اللود ديستريبيوشن للبلاطه. طيب بس اول حاجه بتحسبها هي ال WS inclined، بيبدا يظهر WS inclined، مفيش بقى حاجه اسمها WSB. ال WS العاديه ما بتظهرش معاك خلاص. طيب يبقى ال WS inclined اللي هي بيساوي ايه؟ ديد لود زائد لايف لود، ديد لود زائد لايف لود، واللايف لود بيضربها في ايه؟ في الكوساين سيتا. الديد لود عباره عن ايه؟ تي اس جاما سي زائد الفلور كفر خلاص، وجبت القيمه بتاعتها. طيب ازاي بقى ترسم البلان بتاع، ازاي ترسم البلان بتاع الايه؟ الشكل اللي عندك. انا عندي ده عمود وده عمود، فهو لذلك ده ايه؟ ادي عمود عمود وادي عمود وعمود. باشمهندس عرفت منين ان انا هرسم 6 متر دي؟ ما هو بيقول لك سبيسنج 6 متر، انا بقول لك ان هو بيتكرر كل 6 متر. خلاص؟ اهو رسمت قدامك اهو مسافه 6 متر، ورسمت الكاميرا دي اللي هو ايه؟ العمود ده والعمود ده والعمود ده والعمود ده. هبدا اوصل بينهم بكاميرات، لان هنا في كاميرا اللي هي المتهشره دي وكاميرا متهشره، لذلك في هنا كاميرا وهنا كاميرا. طيب باشمهندس لو انا شلت الخط ده، لو شلت الخط اللي هو اللي تحت ده شلته خالص مش موجود، ده معناه ايه؟ معناه ان ما بقاش في كاميرا في الاتجاه ده، يعني الكاميرا دي والكاميرا دي لو الخط ده اتشال معناه ان ما فيش الكاميرات دي اصلا. فخد بالك، خد بالك الايه، رسم البلان ده اهم خطوه واول خطوه، اهم خطوه واول خطوه، لازم ترسم البلان صح عشان تعرف توضح اللود ديستريبيوشن صح طبعا، وعليها كامل المساله كلها صح يعني. خد بالك انا بحسب حاجه اسمها الطول الايه الحقيقي، ليه؟ عشان اوضحها على البلان. الكاميرا دي طولها مش 2.8، ده طولها 3.44، لذلك بقول لك ده اهميه حساب الايه الطول الحقيقي. طبعا انا قلت ان الكاميرا المتهشره دي كاميرا افقيه، انما الكاميرا اللي هي الخط الايه المايل ده دي كاميرا ايه؟ كاميرا مايل، لذلك انا برسم الاستاتيكال سيستم بتاعها بره، الكاميرا دي افقيه فبرسم الخط افق، انما هنا الكاميرا مايله فرسمت الكاميرا ايه؟ نفسها مايله. طيب الكاميرا بي 1 انت شايف عليها حمل عامل ازاي؟ ادي مثلث اهو، فلذلك عليها مثلث اهو على المايل، انما البي 2 عليها شبه منحرف اهو زي ما انت شايف. خد بالك المسافه دي اللي هي الصغيره دي انا قلت لك قبل كده ان هي ال ماينس ال شورت، فهو 6 ماينس 3.44، طبعا ارتفاعه ال شورت على الاثنين وهنا ارتفاعه ال شورت على الاثنين. طبعا انا هعرف احسب بقى هنا ما دام شبه منحرف، فبحسب سي اي وسي اي بالارقام اللي انت شايفها قدامك دي، واحسب هنا برده سي اي وسي اي، بس انا مش هحسبها هنا، انا هحفظها اللي هي نص وتلتين. خلاص؟ هاجي احسبها هنا على طول على الكاميرات ال دبليو اي اللي هو لود فور شير، وال دبليو اي اللي هو لود فور مومنت، يبقى اون ويت البيم زائد الوول لو كانت موجوده، وسي اي او سي اي مضروبه فين بقى؟ خد بالك في دبليو سلابس بس انكلايند، في ال شورت على الاثنين. خلاص؟ وكذلك برده هنا في الكاميرا دي نفس الكلام بالظبط. طبعا الفيديو صغير شويه والتوبك كان صغير، المره الجايه ان شاء الله هنخش بقى في حاجه ثانيه بعيده عن اللود ديستريبيوشن شويه، اسمها الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت دياجرام. انت في المساله عندك بيجي لك في الامتحان او بيجي لك في الشيت بيقول لك اعمل لي لود ديستريبيوشن ويحدد لك كاميرا معينه مثلا جيردر رقم واحد مثلا جي واحد مثلا، يقول لك وضح لي عليها او ارسم لي ليها الابسليوت بيندنج مومنت دياجرام او الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت دياجرام. فلذلك المره الجايه ان شاء الله هيبقى الفيديو مهم جدا جدا. خلاص؟ يا ريت تشيروا ايه الفيديوهات اللي انت شايفها دلوقتي دي، في غيرك ممكن يكون محتاج العلم ده ومش قادر يوصل له، هو ربنا ما قررش ان هو يوصل له دلوقتي، فيا ريت انت تشيرها عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.